بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا نتطرق فيها الموضوعات تهم الإنسان والنفس البشرية ونساعد في حلها ونحط ليها حلول بإذن الله. حلقتنا النهاردة عن موضوع الخوف، والخوف لا يخلو الإنسان منه في الحياة الدنيا أبدا. كلنا عندنا مخاوفنا، كلنا بنمر بحالات بنخاف فيها، يجي لنا نوع من انواع الرهاب، الفزع، الهلع لو حاله متقدمه اكتر. هنناقش النهارده منظور سلوكي نربطه برضو بشرعنا وديننا زي ما اعتدنا، ونحاول في اخر الحلقه نحط حلول ننفع بيها الساده المشاهدين باذن الله. الخوف، كلنا بنخاف، انا شخصيا بخاف. في بعض المدارس تقول لك مفيش حاجه اسمها خوف، دي حاجه في عقلك، حاول تطرد الفكره، اقعد قول لنفسك مفيش حاجه اسمها خوف، مفيش حاجه اسمها خوف، الخوف هيروح. مفيش حاجه كده، الخوف موجود، الخوف ومشتقاته مذكور في القران اكثر من 100 مره، وبالدليل العلمي موجود مشاهد حوالينا في كل مكان، والعيادات النفسيه ملئه بناس عندها نوبات هلع وفزع واضطراب وارق وقلق. فالمسألة مش مسألة أنا أقول لنفسي في كلمتين مفيش حاجة اسمها خوف هيروح الخوف، مفيش حاجة اسمها كده. ده كلام معلوش أدلة علمية، وإحنا تعودنا دايما نتكلم بأدلة علمية. أنا شخصيا بخاف. لو اتكلمنا مع شريحة كبيرة من البشر وسألتهم هتلاقي عندهم مخاوفهم الخاصة. تعال ناخد موضوع مثلا نبدأ بيه الحلقة بيمر علينا كلنا زي الموت. الموت مخيف، مفيش كلام. مفيش كلام. اي حد يقعد يفكر بعقله في الامر هيخاف، هيدرك قد ايه الامر مفزع. فجأة تنتهي حياتك وتبدأ حياة اخرى، فجأة تنتقل لدار تانية، ينتهي كل شيء، تفارق كل الناس، الخطط والاحلام انتهت في لحظة، وموت. اكيد بتخاف من الموت، وانا كمان بخاف من الموت. لكن في خوف ايجابي وخوف سلبي، وده المدخل المهم في حلقتنا النهاردة. خوف إيجابي وخوف سلبي. خفت من الموت، هعمل ايه ما خفت من الموت؟ وخفت من الموت ليه؟ خفت من الموت عشان هينتهي وحفنة، وما بحبش اسمع السيرة دي، مش عايز افارق الاهل والمال والاحباب وما افكرش فيما بعد الموت. في منتهى الخطورة انت دلوقتي هتلاقي بعض الاسر حتى لما يجي يذكر كلمه الموت، فلان مات، الموت، ما تقولش موت. لا، ايه اللي ما تقولش موت؟ خايف كده ليه تسمع كلمه الموت؟ خايف كده ليه تسمعها؟ دي حقيقه، دي الحقيقه الواضحه تماما في الدنيا، ان كل البشر بيموتوا قطعيه. الخوف الايجابي هيعمل فينا ايه؟ انا خايف ليه اصلا من الموت؟ انا بعد الموت هقابل ربنا وهيسالني وهيحاسبني، في لقاء، في نهايه، في صحائف اعمال. لما يكون خوف ايجابي يدفعني لايه الخوف ده؟ ان انا انجز في هذه الحياه، اسعى فيها، احاول ازرع الخير في كل مكان، احاول تبقى حياتي اضافه ماشي على الارض خير، الارض بتحبني اصلا، واهل السماء يعرفوك، عارفينك باسمك، ليك صنائع معروف في الارض، تدفعني العمل الايجابي، تخليني اتحرك، تخليني اسعى لعمل الخير وازود اعمال الصالحه واقترب من ربنا. فبالتالي بنسميه خوف ايجابي ليه؟ لانه يدفع الانسان بطاقه ايجابيه انه يعمل الصح ويعمل الخير ويقلل ذنوبه، وما يتعثر يقوم تاني الحياه حتى يبقى لها معنى، يبقى لها قيمه. اما الخوف السلبي نخش بيه في مرحله مرضيه، انا خفت من الموت فجالي فزع الموت، هلع الموت، حياتي وقفت في السعي، مش عايز اخرج من البيت، خايف، اوهام مرضيه ان انا هموت في اي لحظه، خايف افتح الباب، خايف اسافر على الطريق، خايف اركب الطياره، خايف من الموت، خوف سلبي وقف حياتي، مش خوف ايجابي دفعني العمل. الخوف موجود لكن منه شيء ممدوح حلو كويس ظريف، وشيء مذموم خطير ملوش معنى يوقف حياتك، ينتقل بعد كده بقى لاعراض اكبر، ممكن يبقى مرض تقف خالص، تحتاج ساعتها بقى التدخل الدوائي والعلاجي، وده هنناقشه باذن الله واحنا بنتكلم في الحلقه. فمفيش حاجه اسمها ان احنا نقول لا لنفسي مفيش خوف، لا في خوف،
بس عايزين نحول الخوف ده لايه؟ لطاقه ايجابيه، لدفع تخلينا اتحرك في الارض وانجز. قد ايه الموت فكره تخليك ايه؟ تخليك ما تظلمش، تخليك ما تظلمش، تخليك ما تتصارعش مع الناس الصراع الرهيب بحيث تدوس على البشر عشان تاخد الحاجه. ده في نهايه الحياه، في نهايه، ولازم ليه في نهايه الحياه، لازم مدركين تماما فعارفين النهايه جايه، فتدفعني ارشد سلوكي، ارضي ربنا، امشي في الارض، اساعد الناس، انشر الخير، يبقى حياتي كلها فيها اضافه، فساعتها تستقيم الحياه، ما ناذيش بعض. يحل الامن، يحل الامن. خلي بالك ان عكس الخوف الامن، الامن، الامن حاجه مهمه جدا على فكره. الامن والطمأنينة شيء مهم، حتى في دراسات السلوكيه المعقده في العلوم الاداريه وغيرها، اما بيتكلموا عن احتياجات الانسان حطوا اول احتياج ايه؟ الاكل والشرب والبيت والسكن ولا اماكن ويني، البيزكس، الحد الادنى من الاحتياجات، لازم اكل واشرب ولاقي مكان يقويني اسكن فيه. تاني احتياج بعدهم على طول احتياجنا للامن، شعورنا بالامن، ياتي قبل اي شيء. بعض المدارس ياتي قبل الزواج وتكوين اسره، ياتي قبل تحقيق ذاتي وشغلي وان انا بإنسان ناجح في الحياه، وان انا يبقى عندي مثل وقيم واهداف. الامن، بدون الامن، اذا فقد الامن راحت حاجة أساسية في الإنسان، ما يقدرش يركز في أي حاجة تانية، لا يفكر بقى في إن هو يكون أسرة، ولا يفكر إن هو يحقق ذاته، ولا يفكر إن هو يشتغل. الأمن حاجة مهمة جدا. فعكس الخوف هو الأمن. هيجي الأمن إزاي؟ هيجي لمين؟ الأمن. لو اتكلمنا عليك أنت كإنسان بصرف النظر على العوامل الخارجية اللي براك، الأمن هيجي لك منين؟ الطمأنينة. ربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. معرفة الله أول شيء، معرفة الله، والكلمة دي بقى أحط تحتها 50 شرط، معرفة الله عز وجل هو سبيل الأمن الأول، والخوف من الله هو الخوف الإيه؟ المحمود، هو الخوف اللي فعلا يطلع من جواك طاقة إيجابية ويخليك تتحرك لقدام. معرفة ربنا، طبعا معرفة ربنا هتجيب لي الأمن، أنا عارف إن ربنا هو مدبر هذا الكون، وهو الخالق، وهو الرازق. هنناقش قضية الرزق في ثنايا الحلقة وإحنا ماشيين، لأن خوف الناس من الفقر، الناس في فقر من خوفهم للفقر. هنناقش القضية، مش ههون منها، مش هقول حاجة بسيطة وما يهمكش، لا، أنا عارف إن الأمر صعب، لكن هنناقشه كقضية ننطلق منها إزاي نعالجها بعد كده في آخر الحلقة. معرفة الله تأتي بالأمن، الخوف من الله يأتي بالأمن، رغم إنه خوف، والخوف عكس الأمن. لما تخاف من ربنا يأتيك الأمن، لما تخاف من ربنا مش هتخاف من حد تاني صدقا. لما تضع ربنا هو رقم واحد في حياتك وهو الذي يستحق الخوف، لن تخاف من اي احد، مش هتخاف من مدير ولا رئيس، لانك حتى المدير والرئيس بتاعك في الشغل انت مش بتنفذ الاوامر وبتجتهد في عملك وبتضبط مواعيدك عشان خايف منهم، ولا عشان لوائح العمل بتقول كده، لا، انا قبل كده بعمل كده عشان ارضي ربنا، عشان انا خايف من ربنا، فرابط اموري كلها بربنا. غاب المدير حضر المدير، غاب الزوج حضر الزوج، فرق خالص، لان انا رابط الامر بربنا. بس ده يستلزم معرفه الاول، عشان تخاف من ربنا لازم تعرفه. كلا لا تطعه واسجد واقترب، لازم تقترب، لازم تقترب فعلا، لازم تعرف ربنا باسمائه وصفاته، تاخد جزء من عمرك تتعرف عليه سبحانه وتعالى. وربنا لا تطعه واسجد واقترب، وعمرك ما هتقترب من ربنا الا هيقترب منك، هتقترب شبر هيقترب، هتأتي ماشي يأتيك هرولة، المسافات كلها هتروح. عايز تتعرف على ربنا اقترب، اجتهد عبادات ودعاء وذكر. احنا النهاردة عايز تتحصل، بدنا نتكلم عن الحصول على الامن، اول خطوة معرفة الله عز وجل والخوف منه، زي ما قلنا الخوف بالله، الله عز وجل امن وطمأنينة طبعا. والعكس ايه؟ مين هم اللي ليهم الامن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن عكس الخوف، منين؟ إيمان، عرفت ربنا وأمنت بيه، لا إله إلا الله. قد إيه لا إله إلا الله خطيرة الناس بتقولها لبعض، لا إله إلا الله، لا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مفيش في حياتي غير ربنا، أنا مش خايف غير من ربنا، ومفرد ربنا بالعبادة أتحصل على الأمن. أولئك لهم الأمن، لكن لم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم.
العلماء طبعا ما فسروا القرآن قالوا ان الظلم هو الشرك، وده العام، ده الحاجة الكبيرة الشرك، لكن تحت كل انواع الظلم موجودة، خطر جدا، تقدح في الامن طبعا. ازاي تظلم وتمشي في الحياة امن؟ مش هتمشي امن. يدعو عليك وعين الله لم تنمي. عايز ترشد وتقلل الخوف في حياتك، ما تظلمش، ما تظلمش ابدا، لا زوجة ولا ابن ولا زميل. خايف من ايه؟ ايه اللي بيدفعنا ان احنا نظلم؟ اللي بيدفعنا نظلم، فلما نظلم يحصل ايه؟ نفقد الامن وندخل في الخوف، خوف من الانتقام. ما انا لما ظلمت اامن منين ان ده مش هينتقم مني؟ لكن لو انا عادل هخاف من ايه؟ لو انا ما بظلمش خايف على الموارد. دايما في ذهنك الحاجات قليله، الحاجات قليله ولازم اخدها، يا لا اخدها، يا انا اخدها يا هو ياخدها. واحد مننا لازم نموت بعض على اللقمه مثلا؟ لا والله، الخير كتير الحمد لله، رزق الله واسع وارض الله واسعه وخيراته كثيره وخزائنه لا تنفد. احنا عارفين كده كويس، مؤمنين تماما ان الخير موجود وان ربنا يملك خزائن السماوات والارض. فانا اخد قطعه وغيري ياخد قطعه. مش عايز اظلم، مش عايز ادوس عليك، انا مش عايز اكل القطعه دي الكعكه لوحدي، انا بقطع منها وبديك. مش لازم ادوس عليك عشان اترقى، مش لازم. ليه اظلمك؟ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. اجتهد في شغلي واثبت نفسي بس ما ادوس عليك ابدا، ويوم ما تعمل حاجه كويسه امدحك وقول عليك كلام الخير. خايف انه ياخد رزقك؟ خفت ليه انه ياخد رزقك؟ يعني الايمان، الايمان مفقود هنا. لو تيقنت والله لن تخاف، لو عملت ربنا وانت واقف اي حاجه، انا بعمل ربنا، انا خايف من ربنا، لا مدير ولا غيره، خلاص انا يقيني على ربنا اشياء وفيره وان خزائن ربنا ملقى. هو انا اما اعمل اما اظلمه ولا اخد حقه ولا اقتطعه ولا اذمه واقول عليه كلام وحش ولا ما ادلوش صفاته بقولش احفظ له ولا انسب الحاجات اللي بيعملها لنفسي كده هتحصل على الامن؟ وهتحصل ابدا. ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. معنا اتصال من عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ايوه دكتور، اهلا وسهلا بك يا اخ عبد الرحمن. ازي حضرتك؟ اهلا بك. الصوت مش واضح عندي. اتفضل، انا سامعك يا اخ عبد الرحمن، اتفضل. طيب ماشي. حضرتك انا دلوقتي كنت بعاني من سرعه الغضب ورد الفعل سريع. تمام. فطبعا واتخاذ القرار وبرجع بعد كده ازعل عليه. تمام. وان انا حساس شويه. انا قرات كده عرفت ان انا عندي اضطراب في الشخصيه الحديه. فلما قرات عنها زعلت بصراحه من نفسي جدا، وازاي ان انا كده؟ معقوله؟ حسيت ان انا بجد بقى مريض نفسي ومحتاج ان انا اروح عند دكتور. اضطراب في الشخصيه دي عملت معايا لخبطه جامد قوي. اتفضل. ازاي انا لمجرد انفعالات وصلت بيا الحاله ان انا اقول لنفسي كده؟ أنا بصراحة تايه. أنت سرعة غضب أعرضنا، خلينا كالتالي، أنت عندك سرعة غضب يا عبد الرحمن، سرعة غضب وانفعال سريع. أه. ما بتفكرش في القرارات قبل ما تاخدها؟ بتندفع على طول لما تغضب؟ تمام. بتفتكر بعد ما تخلص الغضب أنت كان حالك إيه ولا بتنسى؟ أه لا، بفتكر وبكون زعلان جدا. وبتندم؟ جدا، ودي أكتر حاجة مزعلاني. وبتعتذر؟ بتعتذر يا عبد الرحمن؟ بعتذر على طول. بتعتذر. الامر ده معاك من وانت صغير يا عبد الرحمن؟ لا مش من وانا صغير. بدا امتى المساله دي؟ بدا من فتره كده، يعني مثلا من 5 سنين. 5 سنين. ما عندكش اي فكره ممكن يكون السبب ايه وراها؟ السبب ان انا يعني اللي قدامي مش عارف بصراحه، اوقات كتيره ما ببقاش عارف. انا حاولت اقرا كتير واثقف نفسي من مساله الغضب او ان انا حتى تغيير الافكار او التفكير. اهلا بيك يا عبد الرحمن، ان شاء الله نرد على موضوعك. شكرا جزيلا ليك، ربنا يحفظك من كل سوء. عبد الرحمن، سؤال مهم في موضوع الغضب واداره الانفعال وانواعه، واحنا كنا عملنا حلقه في القناه هنا عن موضوع الغضب والانفعال، يعني ارجو ان هو يبص عليه وان شاء الله باذن الله نجاوب برضه على سؤاله في ثنايا الامر. الاضطراب في الشخصيه على العموم ببساطه عشان ما ننساش بس عبد الرحمن، الاضطراب في الشخصيه مش لازم يكون مرض نفسي ولا حاجه رهيب ولا خطير، وطرق العلاج متاحه. اداره الغضب والانفعال اولها التعرف على المشكله. انت دلوقتي في طور جيد جدا انك عارف المشكله فين، ان انت عندك سرعه غضب وانفعال، محتاج تسيطر على نفسك باكثر من طريقه.
منها ان احنا نتوضا في الاول، هتلاقي في ثنايا الحلقه اللي انا شرحت فيها ان احنا نحاول ان احنا ما يب... ان نرشد افعالنا، ناخد وقت 2 3 دقايق ما نردش على الناس بسرعه، ان احنا نتجنب الدخول في نقاشات حاده مع الاشخاص اللي بيستفزوني دايما. ويا ريت احيلك الحلقه اللي ناقشت فيها الغضب والانفعال، وخليك معانا باذن الله في مناقشه موضوع الخوف، وهو امر وثيق الصله بالايه؟ بامر الغضب والانفعال. نرجع تاني لموضوع الامن، وقلنا ان معرفه ربنا هي اللي تجلب الامن، لازم ما يكونش فيه ظلم. فانت خايف من ايه؟ لما نتكلم بقى على الخوف من الفقر، انتقلنا بقى ننتقل في الحاله هنمشي. الخوف من الموت، اتكلمنا ان في خوف ايجابي وفي خوف سلبي، وقلنا الخوف الايجابي هيدفعنا لايه؟ الخوف من الموت. ممكن بقى الخوف من الموت يوصل بيا بقى لرهاب شديد، فزع، يوقف حياتي خالص واحس باعراض وخفقان واعراض قريبه من الذبحه الصدريه. تقعد تقول للدكتور انا اصلا عندي هنا ذبحه صدريه، اصلا عندي القلب، وتقعد تكشف وتعمل تحليلات كتير جدا ما يطلعش فيه اي حاجه. المرض ده منتشر بشده، وجميع عيادات الاطباء مليئه بالايه، بيعانوا المرض ده، والمرض ده كله مرض نفسي مش مرض جسمي. لكن الجسم بيستجيب. احنا الجسم بتاعنا لما بلاقيك تعبان نفسيا كده يتداعى، فيبدا يجي الاعراض. معانا اتصال تاني من ام محمد، ناخده ونكمل موضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أم محمد. أيوة يا دكتور. أهلا بيك. الصوت مش واضح شوية. اتفضلي. أهلا بيك. أنا عندي يا دكتور دايما خوف من الموت. امبارح كنت حماتي قاعدة معايا، قاعدة بتكلمني، كانت بتغسل واحدة ميتة. فأنا رحت أصلي العشاء، حسيت إن أنا كنت هموت، وفعلا ما كنتش قادرة أنا أقوم، أعصابي تعبت جدا، ضربات قلبي زادت. بخاف جدا جدا من الموضوع ده. بدأ امتى معاك يا ام محمد؟ معلش، انا الموضوع ده معايا من فتره، يعني كام سنه؟ من 5 سنين. 5 سنين. في حادثه معينه حصلت لك بعدها بدأ؟ ايه، حادثه معينه حصلت لك، حاجه لا معينه مش حصلت؟ حادثه، انا مش حادثه، لا هو من بعد موت جدي الله يرحمه، وانا الموضوع ده شغال عنده. حضرتي موت جدك بنفسك شفتيه يعني؟ لا انا ما شفتهوش، بعد ما مات على طول. يعني انا بقى اكتر من 5 سنين بالخوف ده، وعندي الوسوسه كمان، يعني ده ووسوسه. انت شخصيه حساسه يا ام محمد؟ انت شخصيه حساسه؟ ايه؟ انت شخصيه حساسه؟ يعني الحمد لله باخد الامور ببساطه عادي، يعني الحمد لله. تمام، وبعد معاه شويه وسوسه كمان. ماشي. انا عندي وسوسه جامده خالص، مثلا لو جينا نعمل اي حاجه، لا ده انت هتموتي ما تعمليش، لو جيت اعمل اي حاجه، اي حاجه في حياتي، لا ده انت هتموتي ما تعمليش. رحت كشفتي عضوي؟ خلي نفسيتي تتعب. كشفتي عضوي يا ام محمد صح؟ لا انا ما كشفت. ما كشفتيش عن اي دكتور عن اعراض القلب والكلام ده؟ ايه؟ مش انت شاكه ان انت عندك قلبك فيه نبضات وعندك وجع في قلبك، شاكه في الحاجات دي؟ انا لما بفكر في الموضوع ده ضربات قلبي بتزيد جامد. تمام. لكن انا بيجي لي احيانا شكه بسيطه، فبرضه بخاف برضه منها. الف سلام عليك يا محمد، الف سلام عليك. الله يسلمك يا دكتور. ربنا يعافيكي ويرزقك السلامه. ام محمد مثال صريح على مساله الايه، الفزع من الموت اللي كنا لسه بنتكلم عنه قبل ما نقطع. قلنا الجسم بيتداعى، الجسم بيتداعى، الجسد يتداعى. اما تيجي عليك الفكره، تسيطر عليك فكره الفزع من الموت، اللي جالها ايه، اللي كان الفزع من الموت اللي جالها ان حضرت موت جدها، او سمعت بموت جدها فتالمت من الامر، فحزنت، فقدت واحد عزيز عليها. بعد كده ما تسمع القصص، عايشه هي في نفس الدايره مع سماتها، ما حاولتش تعالج نفسها ومستسلمه للفكره ان ممكن اي حاجه تحصل لي، دي الاعراض المرضيه. 4 5 سنين ولا مده طويله، خطر جدا، الموضوع متراكم، الموضوع مؤثر اكيد على حياتها. ما مش عايز اسافر، مش عايز اتحرك، لو ركبنا رحنا مكان الفلاني هموت، لو عملت كذا هموت، لو انا لو دخلت انام دلوقتي هموت. هو ده فزع الموت السلبي اللي بنقول عليه. في اللحظه دي لازم علاج سلوكي يا ام محمد، لازم لو انت مش هتقدري تروحي لطبيب نفسي ولا تعالجي الامر، لازم تخشي تقراي على الامر ده وتتابعي معانا الحلقه النهارده على الخطوات اللي بنقولها. انت محتاجه علاج سلوكي، محتاجه تفهمي الفكره كويس. اول شيء ما عندنا في الامر ده معرفه ان الايه، ان الاجل ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، معرفه الله اللي كنا اتكلمنا عنه في الاول، ان الموت والحياه بيد الله بس، مش بيد حد تاني. فاذا كان الامر بيد الله وهو مخفي عني، فخلاص انا مش كل عرض هيحصل لي هموت. هتحتاجي تخاطبي نفسك كتير بالفكره دي وتركزي فيها. بعد كده التفويض والتسليم والاستعداد لما بعد الموت. خوفي من الموت جاي من ايه؟ من ايه؟ طب ما احنا كلنا هنموت، ما المشاهد كلنا هيموت، حتى المتحدث هيموت. الخوف من الموت جاي من ايه؟ مما بعد الموت. طب استعدي لما بعد الموت، كل ما الافكار السلبيه تجيلي احولها لطاقه ايجابيه. طب انا خايفه من الموت، طب اعمل اعمال صالحه، اساعد الاخرين، اقرا قران، اعمل عبادات، اربي اولادي بشكل جيد، اطيع زوجي، اشتغل، اعمل حركه في الحياه، اشتغل في بيتي، اعمل انجازات، اعمل اي شيء ايجابي يطرد الفكر.
طول ما انت بتعملي كده بتحولي الخوف لحاجه ايجابيه مش لسلبيه، ان انا قاعده خايفه واموت. طب وبعدين استفدنا ايه؟ ما دخلنا سرير هنموت، استفدنا ايه؟ هنعمل ايه؟ مفيش اي حاجه. لازم تبداي ايه؟ تخاطبي نفسك بالموضوع ده وتحولي كل مره يجي الفزع لعمل ايجابي. ما هو خلاص احنا هنموت، خلاص انا هموت دلوقتي، انا مستعده بقى للموت، هعمل اعمال صالح، اقرا القران، انهي حياتي بشيء صالح. لكن لو الامر تفاقم ووصلت لمرحله انك واقفه خالص ومش عارفه تعملي اي شيء، قد تحتاج انك تستعيني بطبيب نفسي يبقى فيه علاج سلوكي، وفي بعض الاحيان النادره هيديكي ادويه علاجيه بسيطه بتساعد على الايه؟ على الشفاء. كنا دخلنا في موضوع الخوف من الايه؟ من الفقر. هو موضوع مناسب للساعه، كل الناس تتحدث تسعى لتغيير حياتك وتحسينها 100% صح. ترضاش بالظلم ولا بان انت تستسلم وتقول ان انا يعني مش هتكلم مديري في زياده مرتب وليه؟ طب ما ربنا هو الرازق. لا يقول هذا، لا يقول هذا عاقل. تطالب بحقوقك، بالحقوق بتاعتك وتاخدها تمام، تزود شغلاناتك وتتعلم وتاخد تدريبات ومحاضرات عشان تقدر ترش تكتسب المزيد من الرزق تحت رزق الله عز وجل. كل ده من الاخذ بالاسباب، ومش هنناقشه النهارده لان دي مش حلقه في التوكل والاخذ بالاسباب، كلكم عاقلين وكلكم تدركون هذا الامر. لكن ما عندكش فزع، ما عندكش فزع. الموارد الحمد لله كثيره عند الله عز وجل. ما انا بسعى وبجتهد وبدافع عن حقوقي وما بقبلش الظلم وبطلب زيادات وبطور من نفسي، لكن في الاخر موقن ان الرازق هو الله سبحانه وتعالى. بعمل كل ده اخذا بالاسباب، وان خزائن ربنا تتخطى هذا الكلام كله، ان انا اسعى 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 وربنا قد يفيض عليا من حيث لا احتسب. ومدرك ان تقوى الله عز وجل ترزق، مش مفزوع، مش قاعد مفزوع، انا قاعد باصص لتصرف الله عز وجل في الكون وباخد بالاسباب وانا هادئ مطمئن، لانه رزقت الطمأنينه. فلنحيينا حياة طيبة، اللي هو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ايه؟ مؤمن. لاحظ، اوعى تنسى، وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة. فانا قاعد بسعى، مش قاعد، والموارد مش محدودة، مش ان انا اضرب في غيري هاخد انا، لا مش هتاخد حاجة على فكرة، هتخش في الظلم. والله لو دخلت في الظلم لن تأمن. ما يغركش بعض الرزق اللي هيجي لك بالظلم، انه رزق سريع والله وزائل وغير مبارك فيه، سيزول عنك. اقطع ودي غيرك، واللي يعمل خير قول انه عمل خير، ما تخافش ابدا. اليوم اللي بتنافس انا واحد على حاجه بنتنافس، هو هيقدر ياخد جزء منها اكبر ولا هو بدا هياخد هو الامر؟ اسعى انا في مكان اخر، ربنا سيرزقني لاني عارف ان الله سبحانه وتعالى هو الرازق. اليقين ده، اليقين ده يعيدنا تاني لنقطه ايه؟ ان التغلب على الخوف مرتبط جدا بمعرفه الله سبحانه وتعالى، مرتبط جدا بالايمان بالله عز وجل ومعرفه اسماءه وصفاته. الرازق الله سبحانه وتعالى، الرازق الله سبحانه وتعالى هو القوي. يا سلام، الله سبحانه وتعالى هو القوي. خايف من مين؟ خايف من مين؟ مش خايف من حد، لا مدير ولا غيره. انا بعامل المدير ده بطيعه ارضاء لله عز وجل، بجتهد في عملي ارضاء لله عز وجل. زميلي اللي في العمل عمل زي ما قلنا كده، ما نقعدش نتخانق على الايه؟ على الكعكه. احنا دايما شايفين ان رزق الله واسع، دايما شايفين ان خير الله كثير، وان الشح بتاعي وظلم الاخرين مش هو اللي هيزود رزقي، ولا هو اللي هيخليني اخد فرصه، او هيخلي ان هو يا انا يا هو. لا، احنا الاثنين ممكن نعيش، احنا الاثنين ممكن ناخد. الخوف من الموت يتحول ايجابي وسلبي. اختنا ام محمد، حوليه لطاقه ايجابيه زي ما قلنا، حوليه لشيء تبدعي بيه. والله احنا ربنا رزقنا الخير كله، احنا عارفين في نهايه، والا ما ايه المعنى التاني؟ ان احنا حنفنا؟ ان الحياه دي كده صراعات وجزء قليل من الحياه وانتهت الدنيا خلاص على كده؟ احنا عارفين في حياه اخرى يعافى فيها المبتلى، يعافى فيها المبتلى ويعطى فيها المحروم، وتلتقي الارواح، تلتقي، تتلاقى، تتلاقى الناس تاني في حياه اخرى. مدركين الامر ده قد ايه؟ ده ممكن يفيد عليك بشعور من السعاده. خايف من الموت؟ ما فيش شك ان احنا خايفين من الموت، ما فيش شك ان احنا مقصرين، ما فيش شك ان احنا عايزين نعمل حاجات كتير جدا، لكن خوف ايجابي يدفعنا للحركه والتحرك وايقاف الظلم وعدم ايه وايقاف الصراع. عدم الخوف الايجابي يدفعك لايه مثلا؟ وانت ربه بيت مثلا وزوجه صالحه، يدفعك لايه؟ ان بدل ما نائر مع جوزي طول النهار وامسك له على الكلمه، هو يمسك وهو نفسه يدفعه لايه؟ يمسك لي على الكلمه، اصله بص لي، لا، ده في حقيقه اكبر، ان هي ايام قليله، ايام، والله انا بقول ايام، ان لم تكن ساعات، ان لم تكن ساعات. فاصل ونعود اليكم باذن الله. Ha 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 ha
اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيكم مرة أخرى. رجعنا لكم تاني نكمل كلامنا في موضوع الخوف ونناقش القضية نفسها ونطرح الحلول. كنا توقفنا عند جزء ناقشنا فيه موضوع الخوف من الموت والخوف من الفقر، وقلنا فيه إن الخوف عكس الأمن إلا في الخوف من الله عز وجل. الخوف عكسه الأمن إلا في الخوف من الله عز وجل. الأمن يأتي ساعتها مع الخوف. ليه؟ لأن الإنسان بيخاف من حاجات كتير. خايف على أولادك، خايف على شغلك، خايف على صحتك، خايف على دراستك، خايف على عربيتك اللي راكنها تحت، خايف على بيتك وممتلكاتك، خايف على أمنك كله. مخاوف 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 تخليك عايش في اضطراب، هلع، فزع. الأمن مفقود. لكن لما تخلي المخاوف دي كلها خوف من الله عز وجل، أنا خايف من ربنا ومتوكل عليك ومفوضك يا رب في حياتي كلها، إنك تحفظ كل شيء، أولادي وأسرتي وعملي، مفوضك وأنا عارف إن سبحانك المدبر ده وماشي بسعى في الحياة وباخد بالأسباب. ساعتها بتوحد الخوف للخوف من الله عز وجل، وهو يستحق الخوف. ربنا يستحق الخوف. فتجعل الهموم هم واحد مع الله عز وجل. خلاص أنا حطيته في باب الله عز وجل، خلاص ساعتها ما تأمن بقى وتعيش مطمئن. لكن لما تتشعب بيك المخاوف دي وخايف من كل شيء ومتروك نهبا لكل شيء، مش هتعرف تعيش بالاطمئنان. ده الخوف، ده فيه القلق، انك قلقان. الخوف اديك عارف انا خايف على اهلي، خايف على اولادي، خايف من ان انا اسيب شغلي. في القلق ان انا متوقع شيء غلط هيحصل، متوقع مصيبه. ده لوحده شعور تاني. لما يجي كل المشاعر دي تدار، اولها اول علاج ليها زي ما بنقول هو معرفه ربنا عز وجل، معرفته فعلا والايمان به. الايمان اللي قاعد بزوده بالحوادث والمشاهدات، بالسجود والاقتراب، بتنفيذ اوامر ربنا والقرب منه، بالدعاء واللجوء، بالواقر في صدرك. ده عارف كنت بتكلم مع واحد لسه فبيقول لي ايه، بيقول انا قلت لربنا يا رب انت عمرك ما خذلتني، ما تخذلنيش في الامر ده. شوف داخل على ربنا بمدخل، مدخل والله، مدخل عظيم والله. يجعل جسدك يقشعر، يا رب عمرك ما خذلتني، يا رب يقيني فيك. عندي حسن ظن بربنا عالي جدا. يزيد الامر في قلبك ومعرفتك بربنا، ما تخافش من حاجه خالص. اربط كل الامور قلنا بربنا، ده اول سبيل العلاج والنجاه في المخاوف الرهيبه اللي احنا عايشين فيها. ولا ينفي هذا ابدا، احنا ناس بنتكلم في مجال وبنحاضر في الجامعه وبندرس الشباب انك تسعى وتطور قدراتك وتحاول، لكن داخل الشغل انا عايز اترقى مثلا في شغلي، وعايز ومش عايز ادوس على حد، مش عايز اظلم حد. لا، في مجال لينا كلنا ناكل منها، واللي يعمل حاجه ياخدها، لان انا مش هدبر الرزق والله ابدا. والله اللي خدته بظلم غيرك ده لن يبارك فيه زي ما قلنا قبل الفاصل. تتعدد المخاوف. وقلنا لو المسألة دخلت في فزع شديد ووقفت حياتك، يعني ايه وقفت حياتي؟ مش عارف اتحرك خلاص، لا اجتماعيا ولا في الشغل ولا في الدراسة، قاعد في البيت خايف مرعوب مش قادر، ومفيش اي محرك ليك، والافكار اللي بقولها لك دي حاول تبدل افكارك مش نافعة. ساعتها تحتاج تلجأ للعلاج النفسي. ها، وفي فرق معروف ما بين المرض النفسي والمرض الروحي، نرجو ان احنا ما نخلطش بينه. المرض الروحي امراض القلب اللي تصيب القلب والعجب والحسد تعالج بعلاجاتها المعروفه بالرياضات المعروفه شرعا اللي صنف فيها كتب كتيره، زي مختصر منهاج القاصدين وخلق المسلم وكل باب الاخلاق في الاسلام يعني. لكن المرض النفسي مرض موجود ولا ينكر وجوده، واحنا مش بنحارب في الامر ده. يعالج برضه باسباب شرعيه، يعالج باخذ الاسباب الطبيه. النفس تمرض كما كل شيء يمرض، في شق وراثي في الابحاث العلميه الحديثه مش هنقدر ننكره. في شق وراثي، وناس عندها استعداد لامور. الغضب ممكن يتوارث وياتي البيئه. اتكلمنا في الموضوع ده في الشخصيه بتفصيل في مجموعه حلقات طويله في القناه هنا، ربنا يبارك في القائمين عليها. يعني كانت مجموعه حاولنا نشرح فيها الامر، يا ريت ترجعوا لما تخشوا في الامر ده. فتحتاج في بعض الامور انك تلجا للعلاج النفسي، ولا يعيبك. مش معنى كده انك مجنون زي اخونا الفاضل عبد الرحمن في الاول، انا اتضايقت جدا انا عرفت. لا، ما تتضايقش يا عبد الرحمن، كلنا عندنا اضطراب بشكل او باخر، وفي ناس عندها استعداد لبعض الامور، وده انت من نعم ربنا الجليله عليك انه بصرك بالامرك، شايف مشكلتك فين كده. ده اول سبيل العلاج، تعالج النفس، تعالج الامراض النفسيه واثارها الجسمانيه من قولون ومن متاعب اللي احنا عارفينها. على فكره شعور الخوف بيولد ايه؟ بيولد عندك ايه؟ برضو خفقان في القلب ورعشه في الايدين وتعرق، تبدا تعرق بيبان، عشان كده الخايف بيبان عليه، تلاقي العرق ايه؟ ها، باين عليه. دي بعض الاعراض دي، وتلعثم في الكلام. نفس الاعراض دي هي اعراض ان انت يكون عندك حاله من الانتشاء والسعاده. على فكره
داخل تاخد جايزه كبيره، خدت شهاده ونجحت، داخل على حدث بتحبه، رايح مكان بتحبه جدا، هتقابل شخص فتلاقي برضو عندك ايه؟ رعشه في ايدك وضربات قلبك سريعه وفي تعرق بتعرق وتروح تقابل حد بتحبه جدا وبقالك مده ما شفتوش، نفس الاعراض بالظبط. لكن المخ هنا هو اللي بايه؟ بيتحكم في الموضوع. انا بقول لنفسي رساله ان ده خوف، او ان دي رساله ان ده ايه؟ نوع من انواع السعاده. فبالتفكير وبان انا ابدا اركز في الامر واحول كل شيء لطاقه ايجابيه، ها، بمعناها بالحوار النفسي الهادئ، وقبل كل ده الايمان بربنا، انا لا ارى طريق اخر للسعاده. وقلنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الحياه الطيبه اللي هيبقى فيها الطمانينه. الطمانينه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمانينه اللي بتدور عليها ربنا، ده السبيل والسلوك. وحتى المعاصرين، كل في دراسه لسه حديثه قاريها، ان حتى غير المؤمنين اللي مش متدينين اصلا في دول اصلا خلاص خف الدين رق الدين فيها تماما، حتى غير المتدينين بنسب عاليه 40% واحيانا 60% يلجؤون لله بالدعاء عند امر مهم في حياتهم، لما يحصل لهم اي مشكله او مصيبه بيلجا لربنا في اعترافاته بقى اللي قالها في استقصاء لا يذكر فيه الاسم، قالوا انه كلنا لازم له لحظه بيلجا فيها لربنا. الايمان والدين والتدين وربط الامور بربنا علاج اساسي للامر، امر الخوف بالذات. بعد كده بقى قلنا الاستبصار ورؤيه الامور. المخاوف كتيره متنوعه وما تهيفش من مخاوف حد، نصيحه بس للجميع. لما فلانه تكلم ام محمد تقول لنا ان انا بقى خايفه من، انا ما بقولهاش ازاي تخافي بالكلام ده، ده امر، لا مفيش، اوعى تستهتر بهموم غيرك وبالامهم بامراضهم، امر مش صحيح وما بيساعدش على العلاج. لازم تسمع، اه دي عندها فعلا فزع، واحنا عارفين قد ايه مؤلم الفزع ده، والله مؤلم، بيخلي حياتها كلها تقف. خايفه، الخوف من ركوب الطائرات امر مفزع، وقد تكون انت ماشي بتركب طائرات عادي جدا يحصل لك حاجه مره في رحله تبدا بعد كده تخاف. كلنا مرينا بالامر ده، بالذات الناس اللي بتسافر كتير. كنت مره في رحله طيران وقعد في الطياره وجنبي سيده فاضله محترمه، وقعدت بدانا قبل الطياره بتمشي على الارض كده لسه ما فيش حتى ما طلعش في الجو، بدات تصوت وراحت ماسكه في دراعي تماما. انا اتخضيت طبعا، انا مخضوض وهي ست ما اعرفهاش، مسكت في دراعي وقعدت تصوت، مش مسيطرة على نفسها نهائي، هي مش دارينا هي بتعمل ايه اصلا. قالت احنا خلاص الطياره طلعت في الجو، قلت لها الطياره لا لسه قالت لي طب قول لي بقى ما يطلع في الجو، ماسكه فيها وبتصوت في الطياره بصوت عالي جدا طبعا. الناس بعد ما طلعنا في الجو وبرده مش قادره تهدى، الجال بقى المضيفين وبيحاولوا يهدوا فيها ومفيش استهتار، ما حدش جاي يسخر منها لان هم بيشوفوا الاحداث دي كل يوم، ها. بس كانت المشكله الوحيده في الامر ان هم يقولوا لي ازاي مش تهدي مراتك وانت مسافر. طبعا هي ما كانتش مراتي بس ربنا ستر يعني والامور عدت على خير يعني. لكن في النهايه ما ينفعش ايه تستهتر بهموم حد. فزع الطيران فزع، طب علاجه ايه مثلا؟ حاجه لو خدنا الفزع ده كمثال للمشاهدين لينا، ممكن يكون عندك فزع من ايه؟ من الاسانسيرات، من ركوب المصاعد، من الاماكن الضيقه. في ناس لما تقعد في مكان ضيق ما يقدرش يستحمل، من الزحام احيانا، في فزع من الحيوانات، من القطط، من الحشرات، فزع شديد، مش قصدي تخاف وتتخض، فزع مسيطر عليا والفكره وتجيلي في تفكيري وابدا احسب حساباتي. في ناس ما بيتجوزوش بنات في ادوار عاليه، والله ما بيتجوزوش بنات في ادوار عاليه عشان مش قادر يركب المصعد اصلا، الاسانسير مش قادر يركبه، فمرعوب من ركوب الاسانسير انه هيطلع، فيبدا يدور على يتقدم لبنات في ادوار منخفضه، والا هيطلع السلم هيطلع بيعرق وبينهج وهيقعدوا يسالوه ايه الموضوع. ففي ركوب مثلا، حاجه ندي مثال عملي للمشاهدين لكيفيه العلاج. اللي بيخاف من الطيران وبيركب طيران علاجه هو انهبت شيئا فقع فيه. لو خفت من حاجه لازم تعملها، اما التجنب مش هيجيب خير ابدا ابدا. ركوب علاجه هو ركوب الطائرات برضه. في مدرستين، مدرسه بتقول ان احنا نبدا ايه نركبه رحلات قصيره او نفرجه على الطيارات من بره، وبعد كده واحده واحده، بعد كده رحلات طويله الى ان ايه يبدا يشفى بقى بالامر. في مدرسه تانية بيسموها مدرسه الغمر، انه لا اركب رحلات الطويله على طول، اركب طيران على طول. انا بميل اكتر لمدرسه الغمر يعني، بالذات مع الكبار السن يعني، الناس الكبيره مش الاطفال يعني. المدرسه دي تركب طيران وتقعد جنب الشباك وتبص، بالوقت هتبدا المخاوف تروح، انما لو تجنبت الامر مش هيعالجك ابدا. ده علاج لمساله رهاب الطيران. مثال ليه عشان خاطر لو انت عايز مثال عملي، ان انا لما اخاف من حاجه ابدا اقع فيها، يا اما مدرستين، مدرسه بالتدرج يا اما مدرسه تانية بالغمر زي ما قلنا.
ناقشنا النهارده موضوع الخوف، واتكلمنا عن الخوف من الموت والخوف من الفقر، وطرحنا حلول عمليه للحل. وما اتكلم عن الايمان بربنا ده حل عملي، ده مش حل نظري، اثره مشاهد بالتجربه العلميه، غير الامر الشرعي كمان اللي هو المؤكد بالمشاهد في حياتنا اللي ماشيين فيها. المؤمنين بالله عز وجل السائرين اهل طاعته لهم الامن، لهم الامن والله، ولا خوف عليهم، مفيش خوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عايشين الحياة الطيبة فعلا، عايشينها فعلا، مش خايفين، بيذكروا الله عز وجل فتطمئن قلوبهم بذكر الله، بس مش مجرد ذكر اجوف، ذكر مرتبط بسبقوا ايمان، سبقوا لا اله الا الله، معرفة حقيقية باسماء وصفات الله عز وجل. فالايمان حل عملي، الايمان يزيد وينقص، مفيش كلام. تدريبك ليه؟ عايز تخف بخوفك، خلي الخوف واحد، خوف من ربنا. علاج تاني قلناه لمسائل الفقر، انا عارف ان رزق ربنا واسع، حتى لو شحت الايه المصادر قدامي في الدنيا، الناس بتفقد وظائفها، الاسعار مرتفعه، اسعى، اتعلم، اشتغل، طور من مهاراتك، حارب الظلم، ما تقبلش بيه، اطلب زياده في مرتبك، ما ينفعش هنا روح مكان تاني، كل ده سعي واخذ بالاسباب. بس قبل كل ده انت مش في صراع مع البشر على الرزق. انا مش في صراع مع البشر خالص، انا بعمل كل ده اخذا بالاسباب، لان الرازق في النهايه هو ربنا. انا موقن، الزحمه الناس واقفه زحمه وانا موقن، فما بقى معايا الراجل ده يستحق الحاجه اديتها له، ده حقك. ليه؟ لانه هو حقه، لان انا مش هاخد رزقي بالحرب والمعارك. فاتفقنا، اربط امورك بربنا، انت في بيتك بتطيعي زوجك لربنا، انت بتتقي الله في زوجتك، ها، وبتقوم بحق القوامه بما يرضي الله عشان ربنا، بتؤدي شغلك بعمل جيد عشان ربنا، بتطيع رئيسك في العمل عشان ربنا، مش عشان خايف منه. انا خايف بس من ربنا، الخوف حاجه واحده دلوقتي، توحدت المخاوف عند خلاص، طرحتها عند ربنا، مفيش خوف تاني خلاص، مفيش فزع، وهم مفيش الفزع ده خالص، مش موجود في حياتك، في هدوء واستقرار، في طمانينه، في امن. تتحصل على الامن، وساعتها هتعيش الحياه المطمئنه، الحياه الهادئه، اللي موضوع الحلقات في البرنامج ده بيناقشها دايما، كيفيه الحصول على الايه، على النفوس والبيوت الامنه المطمئنه. في نهايه حلقتنا نرجو ان احنا كنا ضيوف وفاف عليكم، وحاولنا نضيف اضافه في سعينا الدائم للوصول للنفوس والبيوت المطمئنه. جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته، ورزقنا وإياكم السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.